اكيد الشهر اللي فات كله بنتكلم على كاس الامم الافريقيه اللي كان بيشارك فيها منتخبنا الوطني، وصل طبعا للدور 16 وما كانش فيه نصيب، خرجنا لكن ما زالت البطوله مكمله. لكن من الظواهر الايجابيه والحاجات الجميله اللي اسعدتنا كمصريين وكعرب او شمال افريقيا يعني اللي هم مصر وتونس والمغرب والجزائر، وجود مجموعه من الحكام المصريين المتميزين على سبيل المثال امين عمر ومحمد عادل ومعروف حكام ساحه، محمود ابو الرجال واحمد حسام طه حكام مساعدين، ومحمود عاشور وامين عمر حكام، ومحمود والبنا كمان كان معاهم في الفار. يعني عايز اقول ان المجموعه دي مجموعه مميزه ادت اداء مميز جدا، وعندنا امين عمر ان شاء الله يبقى حكم مباراه ما قبل النهائي، ودي حاجه من الحاجات المميزه. عندنا محمود عاشور ان شاء الله يبقى حكم في ار في نهائي بطوله الامم الافريقيه. هو ده الكلام. كنت قاعد من يومين بتغدى مع واحد صاحبه بنتكلم والماتشات شغاله والبطوله الافريقيه، بيقول لي هو ليه الحكام بتوعنا هنا في مصر مش هم نفس الاداء اللي في البطوله الافريقيه؟ في البطوله الافريقيه احنا شايفينهم مميزين جدا وحاسمين وستايل وحاجه وقرار وحاجه مميزه جدا. قلت له هنا البطوله الافريقيه ما فيش غلطه، ما فيش مراجعه، ما فيش كلام، ما فيش واسطه. لكن عندنا ممكن يبقى في بعض الامور اللي تبقى ليها تاثير على بعض الحكام من قرارات، منها مثلا اعتراضات الاجهزه الفنيه، اعتراضات اللاعبين، اعتراضات الانديه، وان فلان الفلاني مش عايز يحكم لي، لا فلان الفلاني اخطا، وما ادراك ما مواقع السوشيال ميديا والبرامج الرياضيه ويعني الصحافه الرياضيه المصريه عموما. دي ليها بحث طويل وكبير جدا بتخلي كل حكم دايما تحت ضغط كبير. اكيد التحكيم المصري بخير، اكيد بخير. يمكن في بدايه البطوله دي جبنا كابتننا الكبير كابتن رضا البلتاجي، كان معانا على التليفون وكان سعيد ومبسوط، او قبل بدايه البطوله واختيارات الحكام المميزين، وده كلام كان كلام مميز جدا. اعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي بتسعدنا، حكامنا مميزين وصلوا بالبطوله الى بر الامان. حكم هناك امين عمر حكم للثالث والرابع، ان شاء الله محمود عاشور حكم في ار في النهائي. على منظور التحكيم المصري، شرفت الكره المصريه؟ اه شرفتها. شرفت التحكيم العربي والافريقي؟ اه شرفته. تواجدت بشكل مشرف وبشكل مميز جدا، وده اكيد هيلقي بظلاله وبالاضواء ان شاء الله على البطولات القادمه، منها كاس العالم 2026. معانا واحد من شيوخ التحكيم ويعني محللنا التحكيم الكبير، كابتننا الكبير كابتن رضا البلتاجي. كابتن رضا اهلا بيك. مساء الخير كابتن محمد، اهلا وسهلا بيك. براجع مع حضرتك قبل كده قبل البطوله وعند اختيار اسماء المشاركين من الحكام المصريين في بطوله كوت ديفوار 2024، حضرتك اثنيت عن الحكام واثنيت عن وجودهم في هذا المحفل الافريقي والدولي الكبير. أول مرة يختار 7 حكام من دولة واحدة في بطولة أفريقية أو بطولة قارية بصفة عامة. اختيار كان مفاجأة. 3 حكام سفارة، 2 في غرفة الفار و2 مساعدين. نقول إن هم حقيقة قابلوا بلاء حسن وأدوا أداء طيب، وأنا التحكيم في البطولة بصفة عامة يمكن يرقى لمستوى البطولة نفسها أو إن لم يكن أفضل من اللعيبة والمدربين. أنا قلت في بداية الكلام، قلت إن يعني إحنا منتخبنا لعب ووصل لـ 16 وخرج، لكن كان عندنا حاجة كويسة جدا وحاجة جميلة هم حكامنا اللي كملوا للنهاية. لينا تواجد يا كابتن محمد في دور الثمانية، ولينا تواجد في دور الأربعة، ولينا تواجد في المباراة النهائية. إذا ده تحكيم. إذا التحكيم المصري في البطولة كان أداؤه مشرف وراقي جدا ويليق باسم مصر. حقيقة خليني أثني على حكام السفاره محمد عادل وامين عمر ومعروف، اثني على الاثنين المساعدين محمود ابو رجال واحمد حسام طه مميزين لابعد الحدود، اثني على محمود عاشور وعلى البنا اللي كنت اتمنى ان هو يلاقي فرصه، يعني كان يستحق فرصه افضل من كده. يعني وانا كنت مستغرب ان البنا ازاي يروح حكم فار وهو مصنف حكم سفاره ومعروف اسمه وتاريخه هنا في مصر. لكن اللي احسن الجميل بقى ان شاء الله اختيار 2 الحكام صغار السن امين عمر ومعروف مبدئيا لكاس العالم القادمه ان شاء الله في معسكر قريبا في قطر. نامل ان شاء الله ان على الاقل واحد فيهم ان لم يكن الاثنين في كاس العالم،
إضافة إن أنا عندي أمل كبير جدا إن يكون في 2 مساعدين على الأقل في كأس العالم، وأتمنى ويبدو في الأفق إن شاء الله إن في تواجد لمحمود عاشور. توقعاتك مين يا كابتن رضا ممكن يكون في المعسكر ده؟ هو في كأس العالم 2026 أعلن رسميا اختيار أمين عمر واختيار معروف. الاثنين في القائمة الدولية بقى ممكن 7-8 سنين زادوا خبرات. تتوقع الاثنين موجودين في كأس العالم؟ والله ممكن جدا يا محمد يعني ممكن جدا على الأقل واحد، بس أنا أمل الاثنين يروحوا، وأمل إن يكون في تواجد الاثنين المساعدين محمود أبو رجال، وده سبق لي المشاركة في كأس العالم السابقة، والصغير الكبير أحمد حسن طه الحكم المساعد المتميز. حقيقة أداؤهم كان في البطولة الحالية مشرف لأبعد حدود. طبعا عاشور أكثر الحكام نقدر يا كابتن رضا برضو نشيد برضو بحكام المساعدين، احنا أشدنا بحكام السهل، لكن حكام المساعدين زي ما حضرتك قلت على مستوى عالي جدا من التميز، وحضرتك قلت إن أدائهم مميز جدا في البطولة الأفريقية وباين بشكل مميز جدا. ما هي أوجه الاختلاف ما بين أداء الحكم المصري سواء كان حكم صفارة أو راية أو في آر في الدوري المصري ومنه البطولة الأفريقية اللي أدوا فيها أداء على أعلى مستوى؟ انت عايز الفرق ما بين هنا والدوري المحلي؟ نقول كلام يعني صحيح ولا نقول كلام مزوق؟ لا طبعا احنا جايبين حضرتك، انا عارف حضرتك صريح يعني كلام صريح طبعا. اولا البطولات الافريقيه التحكيم فيها اسهل من التحكيم في مباراه الدوري المصري سواء القسم الاول او الثاني او الثالث. يعني التحكيم هناك سهل لابعد الحدود. امبارح مباراه امين عمر في دور الاربعه، وخلينا برضه نسلم ان التحكيم في دور الثمانيه ودور الاربعه اصعب من المباراه النهائيه. يعني ماتش بكره ده يبقى مكافاه للحكم. والغريب طبعا حسب ما بلغني ان الحكم الحكم الموريتاني وان كان اداؤه طيب، لكن انا كنت بامل دحام بده، يعني انا كنت عندي يعني امل ان محمد عامد عادل ممكن يخطف الماتش على اعتبار ان هو ما لقاش نص نهائي. طبعا امين عمر خلاص لعب دور 16 ودور 8 يا كابتن. يعني خلاص كده ادار 3 مباريات.